بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخواني أخواتي المتابعين على مدونة الصادق الأمين، ومع حلقة الثانية المتعلقة باليوتيوب، هذه الحلقة سأريكم كيفية تحميل الفيديو والتمكين تحقيق الدخل وبالتالي ظهور الإعلانات على الفيديو الخاص بك. كما تلاحظون، ولاستغلال الوقت لقد قمت بتحميل الفيديو. تحميل طريقة سهلة، ستجد هذا الذهاب إلى تحميل، تذهب إلى أين قمت بتحميل هذا الفيديو، سواء على البيرو أو قم بتحميله، والانتظار هنا حتى تقوم بتحميله على اليوتيوب. إذا تم تحميله ستظهر لك الشاشة على هذا النحو: تمت المعالجة، نشر. نبدأ في هنا العنوان، مثلا الحلقة الأولى، الفيديوهات التي تسمح شركة اليوتيوب بتحميلها وإعادة استعمالها على قناتك، على حسب الفيديو اللي غادي تكون الاهتمام الذي النيش اللي كما قلنا النيش اللي تمت اختياره من طرفك. تقوم بالعنوان، مثلا العنوان الذي قمت به، مثلا الفيديو الذي قمت بتحميله، خذ العنوان كما هو. في هذه الخانة الثانية رابط، يمكن إذا كانت لديك مدونة فيمكن أن تضع رابط المدونة هنا، أو الصفحة الخاصة بقناتك أو بالمدونة. يمكن أن تضع أيضا هنا روابط أخرى لمواقع أخرى تريد جلب ترافيك لها. الخانة الثالثة هنا، أو هنا المهم، هنا يجب إدخال إدخال التاغ. قد قمت هنا بإدخال العديد من التاغات، من هنا قناتك، نشر إعلان، صحافة، أي شيء يمكن أن يجلب الترافيك إلى الفيديو، أو تسلق محرك البحث في اليوتيوب. صور فيديو هنا تسمى ايضا هنا، هادو هنا صور الفيديو المصغرة. هذه الصور يمكنك ان تختار الصورة هنا، الصورة التي تظهر عندما يكون الفيديو متوقف، الصورة التي تظهر على فوق الفيديو مباشرة. اذا لم تعجبك هذه الصور الثلاث المقترحة من طرف شركة اليوتيوب، يمكن هنا صور مصغرة، يمكنك أن تقوم بتحميل صورة ووضعها هنا. الحد الأقصى لحجم الملف هو 2 ميجا بايت. وهذا هو رابط الفيديو الخاص بك. نذهب مباشرة إلى تحقيق الدخل، تضغط هنا على تحقيق الدخل. أشكال الإعلانات، الإعلانات المصورة هنا لا يمكنك تغييرها. الإعلانات المصورة التي تكون على اليمين، أو على اليمين إعلانات مركبة،
الاعلانات اللي تكون تحت في الشريط الصغير للفيديو، اعلانات الفيديو القابله للتخطي، اعلانات التي تكون بعد مرور مده من الزمن على الفيديو يظهر لك اعلان، وهذا سهل جدا. يمكن اذا كانت هذه يمكن اذا كانت يمكنك استثمار عن طريق الاعلان تحقيق الدخل، الضغط على التمكين ومباشرة تقوم بنشره، نشر الفيديو على قناتك. وهذا هو رابط الفيديو الذي قمت بنشره. تقوم اذا اكتشفت انك نسيت شيء يمكنك العودة الى التعديل هنا وكتابة ما تشاء. نذهب الى رؤية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الإعلان سيظهر هنا، علمنا ما ينفعنا، هذا هو المكان، بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بعد لحظات سيظهر الإعلان هنا ويمكنك رؤيته، ومع حلقة جديدة تتعلق بكيفية، وبعد ذلك يمكنك نشر هذا الفيديو التي تسمح شركة اليوتيوب عن طريق الفيسبوك اليوتيوب تويتر. اختيار بالنسبة للفيسبوك هناك الجروبات ووضعها على القناة الخاصة. وإلى هنا أكون قد انتهيت من تسجيل هذه الحلقة. لا تنسوا إلى الشرح إعجابكم الفيديو او عدم اعجابكم، وعمل سبسكرايب للقناة. نذهب مباشرة الى اليوتيوب، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.